أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من حوار خاص. الأمن القومي المصري مصطلح نستمع إليه جميعا في خطابات الرئيس، في مجلس الشعب، في وسائل الإعلام المختلفة. قد يراه البعض يتحقق ربما عسكريا أمنيا، يراه آخرون يتحقق اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا، ومما لا شك فيه أن كل هذه العناصر وربما أكثر من ذلك تحقق الأمن القومي المصري. ولكن ما مفهوم الأمن القومي المصري تحديدا؟ وما الفرق بين الأمن القومي والأمن الوطني؟ وإذا كنا في مصر في كل مراحل التاريخ المصري الحفاظ على الأمن القومي المصري هو مطلب رئيسي واستراتيجي وهدف رئيسي للدولة المصرية، ولكن بالتأكيد في هذه المرحلة التي نحياها الآن ويعيشها الشعب المصري نحن أحوج ما يكون إلى الحفاظ على الأمن القومي المصري. اسمحوا لي أرحب النهاردة بضيفي الكريم في الاستوديو سيادة اللواء أركان حرب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. أهلا بك يا سيادة. أهلا بك يا فندم، أهلا وسهلا. زي ما قلت في المقدمة، إحنا طبعا في مسألة الأمن القومي. نعم. يعني مصطلح الناس نعم. بيختلط عليها، يعني إيه أمن قومي؟ نعم. الفرق بينه وبين الأمن الوطني؟ عندنا أسئلة عديدة عايزين نطرحها على نعم. حضرتك. نعم. اسمح لنا نطرحها خلال هذه الحلقة من حوار خاص. بس قبل ما نبدأ حوارنا نستمع إلى هذا التقرير ونستكمل بعض الحوار بإذن الله. نتابع مشاهدينا. ضربات أمنية متلاحقة تقوم بها الأجهزة الأمنية للإرهابيين الذين يتخذون من جبال الصعيد مأوى لهم من خلال استهداف الكوادر الإرهابية التي تتواصل مع الجماعات التكفيرية في سيناء وتخطط لاستهداف الأماكن الحيوية في مصر. وزارة الداخلية أكدت أن تلك الضربات الاستباقية تأتي استكمالا لجهود الوزارة المبذولة في مجال ملاحقة عناصر البؤر الإرهابية المتورطة في تنفيذ عدد من العمليات العدائية التي اتسمت بالشراسة والعنف، ومنها تفجير عدد من الكنائس. وأضافت الوزارة أن جهاز الشرطة يدرك بشكل كامل حجم التحديات التي تحدق بالوطن، وأن إفشال تلك المخططات لن يأتي إلا من خلال العمل الأمني الجاد الملتزم والمنضبط كي يقوم الجهاز بواجبه تجاه التحديات التي تواجهه على مستوى الجريمة الإرهابية والجنائية. وفي ذات الإطار تقوم الوزارة بإعادة صياغة السياسات الأمنية بأساليب غير نمطية تهتم بإدارة العنصر البشري وتنمية مهاراته بما يتفق والمتغيرات الحالية، ودراسة الأساليب المثلى لتشغيل القوات بما يحقق الإيجابية في الأداء، وكذا اتخاذ الإجراءات الكفيلة لرفع الروح المعنوية للقوات والحفاظ على معدلات الأداء الأمني في المجالات كافة. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب مرة أخرى بضيفي الكريم سيادة اللواء أركان حرب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب. سيادة اللواء، يمكن التقرير بدأ بمسألة الجانب الأمني والضربات اللي بتوجه للجماعات الإرهابية حفاظا على الأمن القومي المصري. نعم. بس اسمح لي قبل ما ندخل في الجوانب المختلفة نفهم من حضرتك تعريف الأمن القومي المصري. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما نعلم جميعا الأمن هو غاية تهدف إليها جميع المخلوقات منذ بدء الخليقة، ويمكن الله عز وجل وجل ثناؤه يمكن في آية قال فيها الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والحقيقة هذا الأمن هو زي ما بقول غاية لكل المخلوقات، ومنذ بدء الخليقة ارتبط بالقوة، تحقيقه بالقوة، وتطور هذا المفهوم. أصبحت القوة الفردية في العصر البدائي لغاية ما بقت فيه قوة عسكرية، ثم بعد ذلك في أعقاب بالذات الحرب العالمية الأولى والثانية ظهر التأثير قوة أخرى زي القوة الاقتصادية مثلا.
فأصبحت القوى الاقتصادية مؤثرة تأثير كبير في الأمن القومي، لأن القوى الاقتصادية هي التي تنعكس على القوى العسكرية، وهي اللي بتمد القوى العسكرية بالإمكانيات وكده يعني. ثم بعد ذلك ظهرت التأثير القوى الاجتماعية، ظهر أن العدالة الاجتماعية هي جزء مؤثر كبيرا أو كثيرا في الأمن القومي، وعشان كده ظهر تأثير القوى الاجتماعية. ثم بعد كده ظهر تأثير باقي القوى، وعشان كده اتسع مفهوم الأمن القومي. اتسع مفهوم الأمن القومي ليشمل كل ما يحيط بالاستقرار وحياة الإنسان ويؤثر على الدولة. وببساطة جدا هناك تعريفات كثيرة جدا للأمن القومي. منهم علماء قال الأمن القومي هو التنمية، منهم علماء قال الأمن القومي هو مواجهة التحديات والتهديدات، ومنهم علماء قالت الأمن القومي هو الاستقرار. ولكن ممكن نأخذ من كل ده تعريف مبسط جدا نعرفه جميعا، وهو الحقيقة يعني هو ببساطة جدا قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار للشعب، واحد، للعمل الوطني، اثنين، العمل الوطني ايه؟ في شقه الاقتصادي، في شقه السياسي، في شقه الأمني، في شقه التكنولوجي، في كل في جميع اتجاهات القوى الدولة الشاملة، مع مواجهة التحديات اللي بتواجه هذه الدولة والتهديدات اللي بتواجه هذه الدولة بنجاح وتحقيق التنمية. يبقى ثلاث حاجات، يبقى الاستقرار في العمل الوطني سواء سياسي أو اقتصادي أو عسكري أو أمني أو في أي جميع المجالات، اثنين، في مواجهة كل التحديات والتهديدات التي ممكن أن تؤثر على الدولة، اثنين، ده الركيزة الثانية. الركيزة الثالثة لتحقيق مع تحقيق التنمية، لأن التنمية هي جزء رئيسي من الأمن القومي. هل في فرق في المصطلح بين الأمن القومي والأمن الوطني؟ صحيح، الأمن القومي زي ما قلت لحضرتك هو زي يعني قدرة دولة على مواجهة كل التحديات والتهديدات والقضاء عليها وتحقيق الاستقرار والأمن الداخلي والخارجي، في مواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية. ده للدولة الكبيرة العميقة بنسميه أمن قومي. الدول الصغيرة بتطلق الأمن ده بيبقى الأمن الوطني، أمن الدولة الصغيرة. أمن الشامل بيبقى الأمن القومي الشامل. الأمن القومي مش بقى بيشمل قوة عسكرية بس، لا، يشمل الأمن السياسي، الأمن الاقتصادي، الأمن العسكري، الأمن التكنولوجي، الأمن البيئي، كل اتجاهات الأمن. وعشان كده بيبقى الأمن يشمل مفهوم شامل، وعشان كده يمكن يغطي جميع الاتجاهات. وعشان كده احيانا نقول الأمن يرتبط من رغيف العيش لغاية كل ما يتصل بالإنسان وبحياته وبالمؤثرات اللي تؤثر عليه. فالأمن القومي هو ركيزة الدولة في بنائها وفي قوتها وفي يعني استقرار شعبها. ندخل شوية في التفاصيل، وطبعا حضرتك غني عن التعريف، بس اسمح لي يعني أذكر بعض المعلومات عن حضرتك عشان السادة المشاهدين يبقوا متابعين الخلفية العسكرية. حضرتك تخرجت سنة 62 من الكلية الحربية سلاح المشاة، 72 حصلت على الماجستير في العلوم العسكرية، الزمالة الاستراتيجية العسكرية كانت في يونيو 84، والدكتوراه في الاستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العليا، ولك عديد من المؤلفات في التاريخ العسكري والأمن القومي. طيب، بالنسبة للمناصب، حضرتك كنت تدرجت في سلاح المشاة في جميع المناصب، وكنت قائد القوات المصرية في عملية الخليج الثانية، ثم رئيس للأركان قبلها كنت رئيس الأركان وبعدين قائد القوات المصرية. وتوليت قيادة الجيش الثالث الميداني. وبعد كده كنت ماسك إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ثم مدنيا كنت محافظ لمطروح وأسوان. الحمد لله. الحمد يعني تاريخ طويل من الحياة العسكرية. يعني تسمح لي طبعا احنا نسألك في تفاصيل يعني بعد الأمن القومي المصري فيما يتعلق بعلاقاتنا الخارجية. مصر شاركت في حرب تحرير الكويت. ده كان برضو لأسباب يعني أكيد بتهم الأمن القومي المصري. بالتأكيد. علاقتنا مع دول الجوار مهمة جدا، ليبيا والسودان. وحتى يعني اليمن، وحتى الدول على الضفة الثانية من البحر. بالنسبة لنا مهمة جدا. حضرتك شايف علاقاتنا ازاي في الوقت الحالي حفاظا على الأمن القومي المصري؟ نعم يا فندم،
يعني الكلام ده مهم عشان نوضحه للسادة المشاهدين. الأمن القومي احنا عرفناه بطريقة مبسطة، وعايزين نقول ان هذا الأمن القومي في مصر بالذات تبلور في عدة دوائر. الدائرة الأولى بنسميها الدائرة الداخلية، وهي الدائرة التي تنطبق على مصر وشعبها، اللي هي ايه بينمو فيها المجتمع، اللي هي بتتفاعل فيها القيادة السياسية والحكومة مع هذا الشعب، تحقق طموحاته، تحقق آماله، تحقق مطالبه في الحياة، تطور أداؤه، تبني المجتمع بناء حديث على أحدث النظم، تحقق كل تطلعات هذا الشعب. ده الدائرة الداخلية، ودي أهم دوائر الأمن القومي المصري. الدائرة الثانية على طول بالدائرة بنسميها الدائرة العربية، هي الدائرة اللي هي بتتفاعل فيها الدولة مع أشقائها العرب، لأن الدائرة العربية هي أهم دوائر الأمن القومي المصري، لأن أشق الأمن القومي العربي جزء من الأمن القومي المصري، والأمن القومي المصري يتفاعل ويؤثر في الأمن القومي العربي ويتأثر به، وبالتالي الدائرة الثانية دي مهمة جدا. في الدائرة الثانية دي كانت حرب الخليج، لأن هذه مهمة، لأن إحنا وهنتكلم على هذه الحرب. ثم الدائرة الثالثة هو الدائرة الأفريقية اللي فيها أشقائنا الأفارقة، ويمكن سيادتك شفتي سيادة الرئيس يمكن عمل 21 جولة في أفريقيا من ساعة ما تعين رئيس، وهذه الدائرة فيها الأمن المائي المصري، ونتفاعل فيها ونتعاون وننسق مع أشقائنا الأفارقة، وخاصة في دول حوض النيل اللي هي التسعة، بما يحقق المصالح المشتركة للدول دي ومصر، وبما يحقق الأمن المائي المصري. الدائرة التالية بعد كده، لأن احنا مصر دولة عربية وأفريقية ثم إسلامية، وبالتالي الدائرة اللي بعد كده هتبقى الدائرة الإسلامية ثم الدائرة العالمية، وبالتالي هذه الدوائر بتخلينا احنا وكلنا جزء، سواء داخلي نحن لا نغفله، ثم إقليميا لنا الدائرة العربية التي نتفاعل معها مع أشقائنا في الأمة العربية، مشاكلهم هي مشاكلنا، نتفاعل مع كل قضايا. لا تنسي سيادتك ولا ينسى السادة المشاهدين أن القضية الفلسطينية العربية هي قضية مصر الأولى منذ القرن الماضي. لا تنسي أن كل المشاكل ليست فقط حرب الخليج، ده من قبل كده كان في مشاركة مصر في حرب اليمن، في أي قضايا الأمة العربية، سواء كان في سوريا أو في العراق أو في الكويت قبل كده، حاجات كثيرة جدا كانت في حرب الكويت. الأمن القومي العربي يحتم تدخل مصر، لأن مصر لها دور تاريخي منذ بداية التاريخ كله، لأن مصر تحملت المسؤولية العربية ومسؤوليتها، كانت دولة فاعلة وهامة في المنطقة عربيا وأفريقيا زي ما أنا قلت لسيادتك وإسلاميا، وعشان كده كان هي بتتحمل مسؤولية كبيرة، وعشان كده هنا بنقول عليها إيه، يعني يمكن الشقيقة الأم يعني الأم العربية والشقيقة الكبرى والقوى العظمى في التاريخ والحاجات دي كده. كانت في ذلك الوقت كما نعلم ببساطة جدا تهددت دولة الكويت باجتياح دولة جارها اللي هو بقيادة صدام حسين في ذلك الوقت، وكان هذا له أسباب متعددة، بقرار فردي يملأه الغرور، يعني كان ذلك الحدث، واصطبح العالم يوم 2 أغسطس 1990 على اللي هو اجتياح القوات العراقية طمعا في ثروات العراق الكويت، وكان ذلك الحقيقة لأسباب متعددة، أهمها استنزاف العراق في حربه مع إيران لمدة 8 سنوات من 79 أو من 80 لغاية 88، وخروجه من هذه الحرب وهو مدان إدانة كبيرة جدا، وأنه فقد العديد من القتلى والأسرى، وفقد ميزانيات ضخمة. هل ده معناه سيادة اللواء في هذا الإطار، إطار حرص مصر على علاقاتها مع الدول العربية، نعم، على أمنها القومي الداخلي والإقليمي، لو اتكلمنا عن قاعدة محمد نجيب العسكرية، نعم، يعني هل ممكن نحن نضعها في هذا الإطار؟ طبعا بالتأكيد، هي القواعد العسكرية هي أولا، يعني عايزين نقول إيه، أن الأمن القومي إحنا عرفناه بيقوم أو بيتحقق به
يتحقق، عشان يتحقق به بيتحقق بكل قوى الدولة الشاملة، اللي هو القوى السياسية والقوى الاقتصادية والقوى العسكرية والقوى الأخرى كلها اللي هي تكنولوجية وخير. وبالتالي القوى العسكرية هي جزء رئيسي يحقق الأمن القومي، تمام كده يا فندم؟ القوى العسكرية عشان نبنيها بناية صحيحة لها أسس ولها مطالب. هذه القوى العسكرية إحنا مصر حريصة إن هي في الأونة الأخيرة إن هي بتهتم ببناء قوتها العسكرية على أسس صحيحة، مش قواتها المسلحة بتهدف إلى الاعتداء على حد، عمرها عمر جيشنا ما كان معتدى على حد، ولكنها بتهدف أن تكون هذه القوة في خدمة أمنها القومي، يعني تدافع عن مكتسبات مصر، تدافع عن شعب مصر، لأن قواتنا المسلحة بتفخر أنها ليست حزبية وليست طبقية وليست طائفية، ولكن انتمائها الوحيد لشعب مصر وأرض مصر، وهي تنبثق من هذا الشعب لأنها جزء من هذا الشعب. سيادة اللواء، علاقتنا مثلا بدولة زي السودان الشقيق علاقة قوية وممتدة عبر التاريخ، علاقة أخوة بالتأكيد منذ فجر التاريخ الحقيقة، كيف نستفيد من عمق وقوة هذه العلاقة في الحفاظ على أمننا القومي وضبط حدودنا سواء الجنوبية أو الغربية للحفاظ على أمننا الداخلي؟ إحنا على عمق التاريخ في مصر والسودان دولة واحدة، وحضرتك عارفة وكل المواطنين عارفين إن إحنا لغاية يعني بداية الخمسينات كانت مصر والسودان وملك مصر والسودان، ولما حتى قامت الثورة عملت استفتاء عشان استقلال السودان ونال استقلاله، لأن هم أشقاء وهم جزء رئيسي مننا. وعلى فكرة احنا بنرحب دائما بأشقائنا السودانيين اللي عايشين في وسط في رحاب مصر، هم تقريبا من 3-4 مليون سوداني يعيشوا تماما ويأخذوا حقهم كحق الإنسان المصري تماما، واحنا عمرنا ما حسينا ان في مصري وفي سوداني، والسودان عمق لينا. وانا يعني اذكر سيادتك واذكر كل المشاهدين ان احنا لما كانت هناك تربص بمصر في 67 نقلت الكلية الحربية الى منطقة جبل الاولية في السودان، الطائرات القاذفة طويلة المدى البعيدة كانت موجودة في اتنقلت في العمق الاستراتيجي بتاعنا في السودان. يعني احنا بنعتبر السودان عمق استراتيجي لينا، وبنعتبر احنا بالنسبة لهم اشقاء، واحنا يعني دولة واحدة في اطار هذه العلاقة القوية. سيادة اللواء، يعني هنعتبر ان برضو الامن المائي ده أمن قومي طبعاً. حفاظا على أمننا المائي وأمننا القومي، كيف نعم. نستفيد من هذه العلاقة القوية مع السودان ومع الدول الإفريقية الأخرى ومن العمق الأفريقي لمصر، نعم. لكي نحافظ على أمننا نعم. القومي، والكل يعلم ما نعم. يعني يهددنا في نعم. هو يعني عايز أقول إنه بالتركيز إن إحنا قلنا إن أفريقيا أحد دوائر أمننا القومي، نعم. صح، والدائرة اللي هي بعد العربية، صح كده. أفريقيا كأشقاء نتعامل معها في إطار المصالح المشتركة، في مصالح مشتركة بيننا وبين الإخوة الأفارقة طول عمرها وطول عمرنا مصر بتمد إيدها للأفارقة سواء خبرات. أنا عايز أقول في عندنا في مصر بنسميها قوة ذكية، القوة الذكية هي قوة صلبة زائد القوة الناعمة، أو القوة الناعمة يمكن لها أسبقية في العمل في أفريقيا. يعني عايز اديك مثال ان احنا مثلا في وفود من 150 دوله في العالم بتيجي الازهر الشريف، منهم حوالي 40 دوله في افريقيا مثلا، يعني بتيجي الازهر الشريف تتدرب في توأمة بين الكنيسه المصريه والكنيسه اللي هي في اثيوبيا مثلا. في العلاقات المصالح وزاره الري لها مشروعات كثيرة جدا جدا في البلاد الأفريقية، معظمهم في دول حوض النيل، سواء تطهير حشائش، تطهير بحيرات، وما أذكر إن سيادتك والمشاهدين بقناة جونيكلي اللي احنا كنا بنعملها عشان بنطهرها عشان مع السودان، عشان زيادة الموارد المائية يمكن تضيف 18 مليار متر مكعب نستفيد منه احنا والسودان. كل الكلام ده كلام هام جدا لتأمين الأمن المائي. الأمن المائي لينا سيادة الرئيس أعلن مرارا وراح أثيوبيا، وزي ما اتكلمنا ان هو يمكن في جولاته المكوكية بعد توليه الرئاسة يمكن وصلت الى حوالي 69 جولة، منها 21 في أفريقيا، ويمكن قرأت تحليل
انه يعتبر تلت هذه الزيارات توجهت لافريقيا. وهو اعلن مبدا مهم جدا، وهذا المبدا بسيط ولكنه استراتيجي وهام جدا للامن القومي. قال ايه؟ قال ان مصر لا تعترض على التنميه ابدا في اي دوله افريقيه وبالذات اثيوبيا. قال احنا حقكم في التنميه نحن نحترمه ونحن ندعمه ونحن نساعد في هذا التنميه، ولا وحق مصر ايضا في البقاء، وحق مصر في امنها المائي وحقوقها المائيه، لان الماء عندنا هو خيار حياه، وعشان كده حقوق متوازنه، لهم حق في التنميه كل افريقيا وكل دول حوض النيل، ولنا الحق في ان نحن نحافظ على امننا المائي، بل ان احنا ننميه. نحن حصه مصر المائيه كما تعلموا جميعا 55 مليار متر مكعب في السنه، ولكنها الحقيقه الان تستهلك حوالي 75 متر مكعب. منين؟ بتاخد المياه دي تدورها تاني عشان تطلع من المياه الجوفيه حوالي 5 مليار وخلاف، والباقي من اعاده استخدامات المياه. ولكن نحن وصلنا الى مرحله الفقر المائي، ومصر دلوقتي تصل الى حوالي 100 مليون نسمه، يعني احنا 93 والخارج كذا وبنزيد 2 مليون وشويه في السنه، وبالتالي احنا الامن المائي هام جدا للبشر، وهم متفاهمين هذا، وهذه العلاقه الاخويه بتتم في اطار المصالح المشتركه، فهم لهم مصالحهم نحن نحافظ عليها، ولنا مصالحنا هم يحافظوا عليها. وفي هذا الإطار من الأخوة ومن الاحترام المتبادل ومن تبادل المصالح ومن الدعم ومن يعني وكل الأسس السليمة، نحن نحافظ على علاقات وطيدة مع أفريقيا ومع أشقائنا. طيب بصفة حضرتك بقى حاليا رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، خلينا نتكلم فيما يتعلق بالأمن الداخلي المصري. نعم. ذكرت في بداية حديث حضرتك الآية الكريمة الذين أطعمهم إلى في قريش إلى فيهم رحلة في الشاء والصيف، الذين أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. نعم. إذن الإطعام والأمن بالتأكيد. يعني دول عنصرين رئيسيين في تحقيق الأمن للإنسان. ليك بعض التصريحات نقول الاحتياجات الفطرية أساسية. نعم. لحضرتك بعض التصريحات وكلها بصفتك رئيس لجنة الدفاع نعم. والأمن القومي فيما يتعلق مثلا بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة اللي اتخذتها نعم. الدولة، ذكرت إنه إن الإجراءات دي كانت إجراءات مهمة اتخذتها نعم. الدولة لصالح المواطن المصري نعم. ومراعاة لمحدودي نعم. الدخل نعم. إزاي توصل للمواطن المصري البسيط مفهوم إنه يتقبل فكرة تحريك الأسعار وإنه ده يعني يحقق له أمنه الداخلي إذا كان الإطعام هو المطلب نعم. الأساسي. أنا عايز أوصل له حاجة بسيطة جدا. شعب المصري أولا شعب متدين بطبعه، وشعب أصيل، وشعب طيب، وهو لا يهدف غير أنه هو احتياجاته الأساسية تتحقق له. للأسف الشديد كما تعلمي ويعلم كل الشعب، كانت هناك تربص بمصر ضمن المنطقة العربية كلها بإضعاف هذه المنطقة وإضعاف دولها وتفتيت هذه الدول، يعني كانت بتواجه خيار بقاء، يعني مصر كانت تواجه خيار بقاء، ومثلها مثل باقي الدول التي واجهت مرحلة استثنائية استهدفت تفتيت هذه الدول. نجحت القوى الكارهة ان هي نجحت في 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 سوريا، نجحت في ليبيا، نجحت قبل كده في العراق، نجحت في ليبيا، نجحت اسف في كمان اليمن. القضيه بالنسبه يعني 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 واحنا بنشوف دلوقتي اشقائنا للاسف الشديد اشقائنا في سوريا او في بلاد اخرى بيلجأوا الى مصر بحثا عن الامن والامان، وبحثا عن يعني ان هم باولادهم يعيشوا بطريقه مهما كانت غاليه او مهما كانت ولكنها تؤمن حياتهم ويشوفوا مجتمع يعني امن. هذا يعني ما حدث، وهذا ما كان يراد بمصر. هم كانوا عايزين مصر للأسف الشديد يفتتوها، بل كانت هي بالنسبة لهم الجائزة الكبرى ان هم يكسروها ويفتتوها الى دويلات صغيرة ضعيفة عشان كل المنطقة دي لا يكون فيها قوة رئيسية، ورغبة الا تعود مصر دائما او ابدا الى دورها الاقليمي والعالمي الفاعل، لان هناك قوة حاقدة على دور مصر الذي مارسته طوال تاريخها. ولو بصينا للتاريخ هنجد التاريخ بيقول لنا كتير قوي قوي قوي، لان الدوله الفرعونيه من اول الدوله الفرعونيه القديمه لغايه الحديثه وهي بتواجه تحديات كثيره،
تحديات داخلية وخارجية. فاللي أنا عايز أقوله، إحنا كنا بنواجه خيار تفتت الدولة وخيار إن إحنا نتحول إلى لاجئين. نجحت مصر بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل جيشها الوطني العظيم، وبفضل وعي شعبها، وبفضل قيادتها الواعية السياسية وقيادتها المختلفة، إن هي تنجح في التماسك وفي مواجهة هذه التحديات، وأفشلت مخططات المعادي. طب حضرتك قلت برضو أن مواجهة الإرهاب لا تكون فقط مواجهة عسكرية، إنما تكون مواجهة بالفكر وبالتنمية. يعني قلت عنصرين، فكر وتنمية طبعا. بيد تبني ويد تحمل السلاح، أنا قلت يعني في هدف البناء. نعم. الفكر والتنمية. نعم. كيف ترى في مصر الآن لمحاربة أوجه التطرف في بعض القوى؟ أنا عايز أقوله، إحنا زي ما حضرتك بتتكلمي كده، إن مصر بتواجه تحديات كثيرة جدا. أيوة. تحديات على رأسها تحديات أمنية اللي هي بالإرهاب المصنوع، تحديات اقتصادية بالضغوط الاقتصادية والضغوط الاجتماعية والضغوط الأمنية، تحديات أخرى كثيرة جدا في المجتمع، منها المشكلة السكانية، منها نسبة الفقر، منها نسبة البطالة الحمد لله قلت بقت يعني يمكن يعني أقل يعني 9.11 الوقت يمكن قلت شوية، وإن شاء الله مخطط تبقى 7 على 21 بإذن الله. يعني في تحديات كثيرة جدا، هذه التحديات الكثيرة جدا كانت بتؤثر في إيه؟ كانت بتؤثر في الجوهر البناء الداخلي. تمام. هذا الجوهر البناء الداخلي، مصر كانت التحدي الاقتصادي بالذات عشان تحقق يعني استمرار تماسكها واستمرار مواجهتها لهذه التحديات، كان قدامها حاجه من الاثنين، لان هي لها مطالب، شعبها له مطالب، شعبها اللي بيزيد كل سنه 2 مليون وشويه، شعبها عايز ال 2 مليون اللي بيزيدوا في السنه دول عايزين مدارس، عايزين مستشفيات، عايزين مساكن، عايزين وظائف، كل الكلام ده. فمصر اقتصادها لازم تطوره، وهي بتواجه في نفس الوقت ضغوط اقتصاديه، وبيحاربوك في السياحه، وبيحاربوك في بمشاكل، ويعملوا مشاكل مع البلاد الرئيسيه اللي كانت بتساعدك زي فرنسا وزي روسيا وزي الكلام ده كله. فمصر الحقيقه في هذا الاتجاه مع الارهاب موجود، فكان لابد ان هي كان حاجه من الاثنين، اما اقتصادها يسيبه وتعالجه بالسلف بالسلف، بالقروض بالقروض. انا عايز اقول ببساطه جدا، عندنا مثلا اي اسره دخلها نقول 10 قروش وهي مثلا سلفة 8 قروش من ال 10 قروش دول، بتسددهم يبقى لها قرشين، مع ان مصاريفها يجب ان تكون 12. طب ازاي هتعمل؟ فبتعمل الاتي، تسدد دول الثمانيه وتبدا مطالبها 12، تستلف الاربعه، تستلف الباقي، فبقت العمليه ساقيه، وكل سنه بتزيد ديون مصر. وعشان كده كانت ممكن مصر تصل الى درجه الفشل، دوله فاشله، وده في كانت تتطلب شجاعه قرار، شجاعه قياده، وعشان كده شجاعه القياده ورؤيه ثاقبه للمستقبل الواضح، كانت هذه الشجاعه ادت الى حتميه العلاج المشكله الاقتصاديه. هذه الحتميه بدل ما كنا ينجح القوى الكارهه ان تبحترنا خارج الوطن وتحولنا الى لاجئين، فاحنا تحملنا شويه نتيجه الاصلاح الاقتصادي ده ونتيجه غليت الاسعار شويه. فاذا كانت غلو الاسعار هي ثمن الاستقرار، وانا ولادي في حضني وانا في بيتي امن وانا في الشارع امن، ده يبقى ثمن رخيص جدا جدا. ومع ذلك هناك شعوب بعد الحرب العالمية أو في الحرب العالمية الأولى أو الثانية أكلت الحشائش اللي في الأرض، وهناك شعوب زي ألمانيا مثلا بنت نفسها من الـ من الـ من الـ من الحضيض، وهناك شعوب الآن يمكن شفناها قريب زي يمكن بتأكل أحيانا من الزبالة. إحنا ما عملناش كده، إحنا نستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى أن الإنسان المصري فيه، لأن كل المصلح الاقتصادي بتوأم معاه
برامج حماية اجتماعية. الحماية الاجتماعية متعددة. يعني عايز أقول حاجة، لما في موجة الغلاء اللي فاتت كان في علاوات اجتماعية، كان في زيادة معاش، كان في المعاش الضمان الاجتماعي، معاش حماية اجتماعية، برامج متعددة. طب ده يقودنا سيادة اللواء لشق سياسي مطالبة البعض بتعديل الدستور ومد فترة الرئاسة. حضرتك ليك وجهة نظر في هذا الموضوع؟ بالتأكيد. أنا عايز أقول آتي، يعني احنا اولا المرحله الحاليه احنا اولا يعني كمبدا نحن نعتبر ان الرئيس السيسي هديه من الله لمصر، وده حقيقه مش مجامله او منافق، هو هديه من الله لشعب مصر، لانه انسانا مصريا وطنيا مخلصا مؤديا، عنده رؤيه، عنده خبره، كل الكلام ده كلام جميل جدا. عشان كده احنا الاسبقيه الان ان احنا ندعمه لفترة رئاسة ثانية عشان يستكمل ما بدأ وسيادته. ولكن عايز أقول حاجة مهمة جدا، تعديل الدستور ده بيبقى ميثاق عمل، يعني كله اللي هو بيرسم يعني أسلوب بناء الدولة الداخلي وخارجي وعلاقاتها الخارجية والداخلية وكل حاجة وكل ما يؤثر فيها كدولة. الدول العريقة دستورها دي ما بتأثرش، ما بتقربش منها بهذه الطريقة. يعني ما ينفعش ان انا قبل ما الدستور يمارس بقاله 3 سنين او 4 سنين بيمارس، بعد قبل كده قبل ما يكمل 4 سنين نقول نعدله عشان ايه؟ نعدله عشان نغير مدة الرئاسة، نخليها 6 سنين، او يبقى يتم مد مدد الرئاسة اكتر من مدة. ده صدقيني لن يكون في صالح سيادة الرئيس، ولا وأنا متأكد في شخصية سيادة الرئيس أنه لا يوافق عليه الآن، لأن ده يشوه صورة مصر وصورة الرئيس أمام العالم، يضعفه. 2، يدي سلاح للقوى الكارهة والناس اللي عملت تلكلك ليل ونهار وتتكلم وتلوكنا بألسنتها، ان هي يديها الفرصة ان هي تتكلم وتهاجم وتاخد هذا الخيط عشان تقول ان احنا بننافق او ان احنا لا، الرئيس في غنى عن ذلك، ونحن نركز على ترشيحه وتزكيته لفترة رئاسة ثانية، ولكننا لا ندعم تعديل الدستور الآن احتراما لمصر ومكانة مصر وقوة مصر وعظمة مصر. انه لا لا لا، ليس هناك حاجة لتحقيق السؤال، ولكن عندما يكون هناك شيء هام جدا وقد يكون ذلك في المستقبل ممكن ان احنا نعمله. طب سيادة اللواء، بوصف حضرتك رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، حقيقة انا يعني وانا يعني قريت عن اعمال اللجنة جميع يعني قوانين كتير متعلقة بمجالات مختلفة. نعم. كلها في بتناقش وبتعرض على لجنة الدفاع والأمن القومي. نعم. نتكلم على زيادة سكانية، نتكلم على كل حاجة، كل ما يتعلق يعني كل الحقيقة ما يدخل في مجلس الشعب. نعم. هل فعلا من أحد أدوار أو يعني الدور المنوط بلجنة الدفاع والأمن القومي مناقشة جميع مشروعات القوانين اللي بتناقش في المجلس؟ لا، أنا هقول لسيادتك، اتفضل سيادتك. مجلس النواب هو مجلس له دور واضح، دوره تشريعي كما نعلم، دوره رقابي، دوره إقرار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. المجلس بيمارس عمله من خلال 25 لجنة نوعية. ال 25 لجنة نوعية بتغطي جميع أنشطة الدولة كلها، من حيث الشؤون الخارجية والشؤون والتعليم والصحة والشؤون الأفريقية والشؤون العربية والأمن القومي والاتصالات، جميع أوجه الحياة. وإحنا قلنا الأمن القومي يتصل من إيه؟ من أول رغيف العيش لغاية حياة السياسة. وبالتالي إحنا لنا دور مع جميع اللجان، وعشان كده بس لنا دور رئيسي. إيه الدور الرئيسي بتاعنا؟ إن إحنا كل ما يتصل بشؤون القوات المسلحة وضباطها وأفرادها والجريمة المنظمة، كل ما يتصل بضباط الشرطة وأفرادها وكل ما يتصل بأعمالهم، كل ما يتصل بالأمن الداخلي والخارجي. طيب، إحنا تركيزنا ده
ولكن كل ما يتصل بالأمن القومي، يعني مثلا وإحنا بنتكلم على أمن الاتصالات، أمن السبراني اللي هو أمن الفضاء الإلكتروني، لازم ننسق. ده موضوع مهم وده مشروع قانوني. لازم ننسق مع لجنة الاتصالات. وإحنا بنتكلم على الأمن المائي المصري، لازم نتكلم مع أفريقيا، يعني ننسق مع لجنة أفريقيا، أو لما هم بيعملوا الكلام ده بيدعونا عشان نبقى لجنة مشتركة. لما بنتكلم على مثلا يعني مشكلة سكانية، يعني لازم نتكلم مع اللجنة المختصة. لما نتكلم على أي موضوع تشريعي يبقى لازم ننسق مع التشريعية، يعني أي أن هناك تنسيق وثيق بين لجنة الدفاع والأمن القومي ومع جميع اللجان المجلس فيما يختص الموضوعات اللي تتصل في اختصاصها، وإحنا فاعلين فيها. فإحنا بنبقى واخدين مهمة رئيسية لينا، لو هم بيعاونونا بيجونا، لو إحنا واخدين فرعيات من مهمهم إحنا بنبقى لجنة مشتركة معاهم، بما يحقق في النهاية منظومة عمل متكامل متكامل لكل لجان المجلس. إحنا بنعزف سيمفونية، كل لجنة لها نغمة. في النهاية رئيس المجلس بيشاور كده اللجان كلها بتشتغل تعمل سيمفونية عظيمة عشان تنتج النغمة المنظمة الوطنية المحترمة. كل التوفيق سيادة اللواء في عملكم وفي عمل البرلمان المصري. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه الحلقة من حوار خاص. سيادة اللواء أركان حرب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، شكرا جزيلا فندم، أكرمك الله. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.